يعني دائما نحن بنحب نحافظ على الأشياء اللي عندنا، ولكن بعد ما نحافظها بقول لك فيش عندي وسع بالبيت، وين بدي أخزن، وين بدي أحط؟ طب أنا لا بدي أكب، بالمقابل ما بدي أنه يكون في هناك تكديس للأغراض في المنازل. اليوم راح أتحدث مع يعني المهندسة رشا الحلواني عن طريقة التخزين الصحيحة واستغلال المساحات بالمنازل، وكيف نحن نخزن، نحاول بحبوا الناس يخزنوا أغراضهم أنه تكون بطريقة لطيفة ما تضايق الموجود بالبيت، ونستغل الذكريات الموجودة بالمنزل. أهلا وسهلا فيك مهندسة. صباح الخير مهندسة. يا أهلا فيك. كيفك؟ يعني كاتي أعطت مقدمة عن الموضوع أنه أنا اليوم استغلال الديكور كثير مهم، وبنشوف للأسف تلاقي بيت وسيع كثير مثلا، ولكن مش مستغلين الديكورات أو الزوايا الموجودة داخل هذا المنزل. نتحدث عن هذا الموضوع وقديش مهم أنه أنا أستغل هاي الديكورات. هلأ شوف الموضوع له محورين، في البيوت الواسعة ومش عم نلاقي فيها مكان تخزين، وفي البيوت الضيقه اللي مش عم نلاقي فيها مكان تخزين. هدول الاثنين يعني لهم حلول جدا مختلفه. نعم. الشيء المميز بموضوع التخزين، كلياتنا بنحب نخزن، يعني هذا مفرغ منه الموضوع، ودائما في عنا احتياجات لاشياء منضطرين نخزنها، حتى لو احنا الناس مو من النوع اللي بنكدس اشياء. في عنا مثلا اغراض الشتاء، العاب الاولاد، اغراض البركه، عفش الخارجي تبع العيد، البرندا، يعني في كثير معطيات. وأنا كمهندسة ديكور دائما يعني والناس بيشوفوا بيوت بالصور بالإنترنت بيلاقوها مرتبة وبتجنن وما فيها ولا إشي هيك نظيفة، بس بالحقيقة الناس بحاجة إنها تحط إشياء. يعني مثلا مجرد نشوف صورة على النت غرفة جلوس، طب إحنا بغرفة جلوسنا العادية في علبة محارم، في ريموتات، في مليون مليون كركوبة عنا على الطاولة، كيف بدنا نلاقي اللوك الحلوة وتضلها هيك ستايل بنفس الوقت تكون الأشياء اللي إحنا بحاجتها مخزنة قدامنا؟ يعني الموضوع كتير واسع، بس اللي بدي أحكيه اللي هي أهم نقطة بالنسبة إلي كديزاينر، إنه أول إشي إذا اللي عم بيسوي بيته جديد أو عم بيسوي أي قطعة ببيته جديدة أو في عنده مهندس ديكور، دائما 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 أول إشي لازم يفكر فيه إنه يخطط. يعني مو إنه يشوف شغلة حلوة يقول بدي إياها وانتهى، لازم يكون في موضوع تخطيط بالموضوع. يعني إذا أنا بدي أحكي عن موضوع الستورج وعندي تخزين كلاينت، موضوع التخزين وعندي زبون مثلا بدي أسوي له، أول سؤال بسألهم يا شو هي الأشياء اللي بدكم تخزنوها وما وإيش مدى احتياجكم إلها؟ هل هي أشياء لازم تكون هاندي يعني قريبة للإيد نستعملها بشكل أسبوعي بشكل شهري ولا بشكل موسمي؟ هذا كمان بيلعب كتير دور وين بدنا نخزن الأشياء. الأشياء الموسمية نقدر نحطها بأماكن أبعد وأماكن مخفية أكتر. الأشياء اليومية أو الأسبوعية لازم تكون متناول اليد أسهل. فأنا هيك بفكر بالستور تبعي. يعني مثلا إذا أنا زي ما حكيت بغرفة الجلوس، معناته لازم يكون في عندي مكان تخزين قريب لمتناول اليد. صحيح. أوكي، يعني مثلا أعطيك مثال كتير بسيط، يعني هو ما إله خص بالتخزين، بس مثلا كيف هي اللي بحطوها على إيد الكنباية اللي بحطوا فيها الريموتات، لازم تكوني قاعدة على الكنباية وإيدك قريبة عليها عشان تستعمليها فورا، بس بنفس الوقت صح. مو ضاربة بالعين. فهي واحدة من الأشياء كمان تخزين، تخزين الأجهزة الكنترول تبع الأجهزة بالمنزل. في كتير تريكس إحنا كديزاينرز بنستعملها اللي هي استغلال المساحات بطريقة صحيحة. يعني أنا مثلا عندي حيطة فاضية أو جزء صغير بقول خليني أحط خزانة هون عشان أحط فيها، هاي طريقة خاطئة بالتخزين، لأنه أنا هيك زدت كركوبة وحطيت إشي بالبيت أنا ما بحب أشوفه، بس عشان أضب أشياء تانية أنا برضو ما بحب أشوفها. فالطريقة الصحيحة أني ألاقي سبيس مخفي أنا عيني ما بتشوفه. يعني لنفرض بغرف النوم، في كتير غرف نوم نشتري بيوت جديدة أو بيوتنا القديمة أو إلى آخره، مساحات كتير واسعة من بين التخت لتوصل للخزانة. طيب أنا بدي أماكن تخزين، بروح بحط كمان خزاين بين التخت والخزانة. طيب. صفاء كم من قطعة عفش عندي هون؟ قديش هذا الإشي مؤذي نظريا؟ ممكن مثلا نفكر بطريقة مختلفة. لو مثلا إحنا مسكنا هاي الخزانة وتقدمت لقدام وصارت أقرب للتخت وخلقنا زي غرفة خزين كتير صغيرة من خلف الخزانة للأشياء اللي أنا ما بستعملها دائما، للجواكيت الشتوي، للبوت، حتى لو كانت الغرف صغيرة. هلأ الغرف الصغيرة حلولها مختلفة عن المساحات الأكبر اللي كان عم بيحكي فيه بالمقدمة، إنه في بيوت كبيرة مش عارفين كيف نستغل المساحة. أي بالضبط، ما في أماكن تخزين. طب إحنا إذا لعبنا شوي نظريا بالموضوع، بدل ما نحط عفش احنا او عده مفروشات
عم تزعجنا نظريا، لا بنخفي هاي المفروشات اللي بدها تزعجنا بصريا. حتى بنشوف صاروا يعملوا تحديدا للمساحات الكبيره بغرف النوم بيعملوا زي الدريسنج روم او غرفه للملابس صغيره بدون تواجد الخزانه بمساحه معينه، وبيعملوا اصلا ديكوريا كل ما كان العفش اقل كل ما كان صار الديزاين انجح. يعني أكيد. احنا هلا بالعصر تبعنا الحالي هي هي طريقه التصميم. يعني انت مثلا حتى بغرف السفره بتلاقي بطل البوفيه موجود، صح؟ طب وين المره بدها تحط طقم الضيوف وما بعرف شو كل هاي الاشياء. هلا هون بتصير التريك، في تريك تانية بنستعملها، انه مثلا احنا بنلبس الحيطان هلا موضه، بنلبس الحيطان بنلبسها خشب بنلبسها اشياء فخامة. طب اذا احنا عملنا خزانه مخفيه هجمنا الحيط شوي لقدام، أوكي. نظريا مبين انها حيط بس هي مخبى فيها الاشياء بس وراها البلاوي كلها، عرفتي؟ يعني هي هاي الفكره التخزينيه، زي فكره تخزين جوا العفش مثلا. في الطاولات اللي بتلفيهم بيكون فيها ستورج من جوا، انت مو شايفه كل الاشياء مخبيين جوا الفرش. فيعني مشان هيك انا عم بحكي انه الواحد لازم يكون مخطط شو هي الاشياء اللي هو بحاجتها. يعني لنفرض انه في عيله عندها اولاد، في بالصيف عندهم السكيت بورد، الالعاب، الاشياء هدول مثلا بيلعبوها خارجي ما بدهم اياها داخل البيت، هدول بتنضب وبتطلع بالصيف. اوكي، الاهم شيء بالتخزين قلنا رقم واحد التخطيط، ثاني شيء التوزيع بمجموعات. يعني انت اغراض الجلوس اللي بدك اياهم جنبك بغرفة القعدة مع بعض، مو اشي هون واشي هون واشي هون. اغراض البيكنيك انت طالعه رحلة، اغراض البيكنيك اللي بتاخديهم معك مع بعض، اغراض لما بتروحي مثلا على بركة على مسبح، الاغراض اللي بتاخديهم معك مع بعض، مو نقعد نلمهم من هون من هون من هون من هون. طريقة التخزين الثانية اللي لازم نعتمدها اللي هي البوكسز، الصناديق. دائما كل الاشياء لازم تكون محطوطه ضمن اشياء ثانيه. حتى الدرج نفسه لما بدك تضبي درجك بالبيت، اوكي، يفضل انه يكون جوا صناديق مجموعات. يعني سوري، يعني حتى المكياج والمسكارا حطيهم مع بعض، الحمرات حطيهم مع بعض، يعني كل شيء مع بعض. هيك كل شيء بنلاقى بتنظم اكثر وبياخذ سبيس بطريقه احسن. هلا احنا بنشوف على السوشيال ميديا انه في كثير بلوجرز منزلين اشياء تخزينيه وشغلات حلوه، ويا يجعبالي بيتي هيك يكون شكله، بس الموضوع مش بالسهوله اللي انتم متخيلينها، انك رحتي بس اشتريتي، طب بعدين وين بدك تحطيهم هدول الاشياء؟ بدك تكوني مخططه انه في لهم مكان صحيح ويتوزع بطريقه صحيحه. مثل هاي الصوره اللي معروضه هلا على الشاشه، الصناديق. هدول الصناديق في منهم حتى موجود بالسوق هلا باسعار جدا متناول اليد، كانوا غاليين بالفتره، اوكي، كانوا زمان مستورد، هلا في منهم بالبلد. أوكي. انا جدا بعتمدهم بتصاميمي، وشايفه كل مجموعه يعني وشفاف، شايفه شو اللي جوا، شايفه شو اللي جوا، وبيكون مكتوب من برا ايش هي الاشياء. يعني حلو. مثلا عندك الاولاد هلا زي ما بيقولوا بدهم يطلعوا يرسموا، بتقولوا اغراض الرسم بتطولي كرتونه الرسم مثلا. الحلو بهذا الموضوع كمان انك انت التخزين يكون عمودي. اوكي، كل ما طلعنا لقينا مكان نقدر نطلع فيه لفوق فوق لعند السقف، اوكي، كل ما استفدتي من التخزين اكثر. طيب مهندسه، بس السؤال اللي احنا بنحكي عن هذه الصناديق مثلا، اليوم المكان الاساسي لهذه الصناديق كيف باسس له من البدايه، او بدي اضيف اضافه حتى لو البيت كان صغير مثلا، كيف بقدر اضيف لهذه الصناديق او اسس له تحديدا؟ هي احسن طريقه تخزين عموديه، فانت بدك تلاقي مكان بالبيت، اي مسطح عمودي عندك، سواء كان ورا خزانه، سواء كان ورا باب، سواء كان مثلا حيطه بدك تلبسها او ما بدك تلبسها، تصير بدك تلبسها عشان تعمل خزين، انك ما تشوف هاي القطعه كانها خزانه وقاعده بالبيت وبس. بدها تكون يعني تكسبها من جميع الجهات، ديكوريا وتقنيا. والشغلة الثانية اللي هي هذه الصورة مثلا ورا الباب، يعني دائما معظم الناس في عندنا هاي المساحة الصغيرة اللي ورا الباب، الباب لما بتفتحيه بيكون في مثلا 15 سنتي مينيمم بينه وبين الحائط. بس كل ما كان التخزين عالي لفوق فوق، يعني هاي الصورة مش لفوق فوق، بس إذا كان لفوق فوق بتقدري تستغلي كمان تخزين أكثر. وإذا حطيتي كل إشي بعلب وصناديق حتى جمالية، يعني في بالسوق كثير أشياء حلوة، بصير كمان جزء من الديكور. يعني بس تسكري الباب، بطل إنه والله افتحوا الباب لأنه بين كل شيء وراه، لا خليه يبين ويبين بطريقة حلوة. ممكن تلبس إنه كمان باب يكون خلف على هاي الصناديق، يبين زي كأنه في باب ثاني بودي لغرفة ثانية. صحيح. صحيح. حلوين. أو حتى هاي كمان الصورة نشوفها، هاي كمان الصورة لطيفة جدا اللي كنت بدي أشرح فيها بهاي الصورة، إنه مثلا هون عمل خزانة. أوكي. وهذا الإشي ممكن ينطبق على كتير أشياء بالبيت، مش شرط خزانة ملابس. العمق اللي استعملوه، هتتذكري ما حكيت لك عن غرفة النوم، إنه أنت بتقدري بدل ما تاخدي الخزانة 60 أو 70 سنتي، عمليها مثلا 90 أو متر إذا معاكي مجال. أوكي، صار في عندك دبل منطقة تخزين. صح،
صح. وبنشوف حتى اليوم هلا الناس بتتجه اللي بيعملوا خزائن بالحائط بيعملوها من الارض للسقف والمساحه العلويه بخلوها منفصله بسحاب مثلا، يعني باب سحاب هاي للخزين مثلا الاشياء الغير مستعمله بشكل دوري. خلينا نحكي قديش كمان مهم نروح للموضوع المطبخ. انا عجبني كثير في اغراض عندنا بالمطبخ مرات بدنا مش هلا بعدين بس ما بدنا نكبها، اواني للطهي خلينا نحكي، كيف اليوم بدنا نستغل المساحات بالمطبخ؟ هلا شوفي المطبخ أكثر مكان بتخزن فيه أشياء. نعم. صراحة. ومثلا زي عصارة الجزر بتطوليها بموسم الجزر. صح. ما بدك إياها دائما أو قدامك. العجانة أو العصارة أو صحيح. شو مكان صحيح. هاي يعني كتير كتير شغلة حلوة ومهمة، إنه أول إشي إحنا لما بنعمل مطابخنا دائما بنعمل الأرفف متساوية. يعني عنا خزانة هالقد طولها بتلاقي النجار أو الشخص اللي اشتغل المطبخ وزع الرفوف بتساوي. حلو. أنا مثلا بهاي النظرية بقول لا، لازم الرفوف القريبة تكون المسافات متقاربة، أوكي؟ لأنه شوفي عندك صحون، كاسات، إشياء الهاندي اللي بدك إياها دائما تحت إيدك قد مش عالية مش مرتفعة، فدائما في مساحة ضايعة. صح. أوكي؟ وبهاي الحالة بيعطيكي مجال إنك تعملي الرفوف كمان. بيعطيك مجال يعطيك رفوف علوية أوسع. صح. الرفوف العلوية الأوسع هاي بنحط فيها الأشياء اللي أنت بتحتاجها موسميا. نعم. أوكي؟ الصورة هاي بتشرح إنه التشوه البصري اللي بيصير لما بنكون عندنا بالمطبخ دائما. صح. الأشياء برا المطبخ. وزي ما عم بحكي إنه هلا بالسوشيال ميديا بنشوف إنه المطابخ نظيفة ومرتبة وما في عليها ولا وتكة، انتوا بتفكروا انه دول الناس ما عندهم اشياء بيستعملوها؟ عندهم، بس عارفين يخبوها ما تضرب بالنظر. في كتير هلا كمان بالتصاميم نعمل مثل خزانه بالمطبخ. صح. بتفتحها هيك كل الاجهزه فيها، الكهرباء فيها، ما بتحتاج حتى انك تشيلها وتحطها. يعني بتكون مؤسسه خلص، انا لما بدي استعمل الاجهزه الثقيله بفتح هاي الخزانه، الاجهزه الثقيله موجوده حتى بتطلع لقدام. في بعض الحالات ممكن طبعاً. تطلع لقدام، بس لازم الواحد يفكر بهاي الاشياء. عشان هيك انا حكيت اول شيء التخطيط. انا بخطط، انا انسانه بعرف حالي بالمطبخ بحب اعجن. بدي مساحه للعجن وبدي مكان للعجانه وبدي العجانه يكون جنبها الاجهزه او الادوات التاليه. طب انا ايش كل شوي بدي اروح اجيب من مكان وفض الطاوله عشان اعمل وعشان اسوي؟ لا، انت بتعرفي حالك هيك خطتي من البدايه انك تشتغلي بهاي الطريقه. انا بدي اروح شوي للبيوت مساحاتها صغيره، الغرف الصغيرة، كيف اليوم بدنا نستغلها حتى إحنا نحافظ على الأغراض اللي عندنا إياها ما نستغني عنها، وبالمقابل أنا عارف إنه أنا هذه المساحات الصغيرة عم نشوف هلا في اتجاه للسمارت فيرنيتشر اللي هي المفروشات الذكية اللي هي بتقدر أنت تستخدميها بأكثر من أسلوب. صحيح. يعني الأماكن الصغيرة أصغر واحدة دول أكثر أماكن لازم كل قطعة فيها تكون قابلة للتخزين. يعني فعلا السرير، الطاولة، هون نرجع لموضوع تلبيس الجدران، بدل ما يكون عندك خزانة تي في بالمكان اللي انت فيه تهجمي الخزانة كلها لقدام تعمليها هي الحيط، تكسبي مثلا نص متر زيادة 60 سنتي زيادة، أوكي؟ ولكن صار عندك جدار كامل. صح. كله تخزين. صح. هذا الجدار بيعطيكي مساحة قد مساحة تخزين غرفة. انت هيك حاطه التي في يونت، حاطتيها اللي بده يقعد عليها التلفزيون. صح. والتلفزيون عشان تحطي عليها الاجهزه اوريدي هاي المساحه ماخوذه. بدل ما تاخديها صغيره وفوقها التلفزيون ولغيتي الحيطه ولغيتي استعمال الحيطه واوريدي اخذتي المساحه، لا، هجمي كل الحيط لقدام، رفعيها كلها لفوق، حطي التي في هون وكل هاي المساحه صارت عندك مساحه تخزين. اوكي. طيب مهندسه كثير منا بجوز ما بستشير مهندسين ديكور بهذا الموضوع، خلاص بصير اجتهاد شخصي من الاشخاص، وفي اخطاء بتصير، في اخطاء كثير. صحيح. لكن اليوم قديش مهم حتى لو اخطات عملت شيء معين او عدلت شيء معين عشان اخزن او اخلق مساحه اوسع للتخزين بعد الخطا، هل يتم التصليح ولا طبعا خلص؟ اكيد لا، ما في، احنا في تغير دائم اصلا، مين قعد ببيته وتركه زي ما هو؟ صحيح. كل كم من شهر بتلاقي في شيء تغير فيه. طبعا الخطا مردود زي ما بيقولوا، واللي ما عنده خبره لازم على التجربه يقدر يعرف شو هي احتياجاته، يمكن ما يقدر يلقطها على السريع. صح. شو هي احتياجاتي بالضبط. طيب. مشان هيك انا بقول واحد ما يستثمر، يعني يكون يعني يعمل كنترول على الميزانيه ويجرب بعدين اذا عجبته الفكره يكمل. صح. اوكي، هذا مشان هيك انا برجع بحكي تخطيط اهم نقطه بموضوع التخزين، التخطيط بعدين البحث عن نقاط
اللي ممكن استغلالها، بعدين تجربة نجحت منكمل. يعني موضوع مهم جدا، وكثير ستات البيوت بهمهم هذا الشيء تحديدا بكيفية الحفاظ. بس قبل ما ننهي هذه الفقرة، قديش مهم نستغل بيت الدرج أو نستغل تحت الأدراج؟ هلا شوفي، مشكلة الناس عندهم بيت درج، يعني بشكل اللي عندهم، بس الناس اللي عندهم بيت درج في عنا شغلتين. في ناس بيت الدرج ببيتهم ديكوري ما بيقدروا يستغلوا تحته، أوكي. ولكن الناس اللي بيت درج عندهم زي الشكل التقليدي القديم زمان، اللي هي بس فتحة بالحيط، أوكي. هاي يمكن استغلالها أكيد، يعني هي هاي أصلاً أول مكان الناس بتدور عليه للتخزين، فهو ممكن استغلاله بطريقة مناسبة، مثلاً بحط خزائن غالباً، يعني حسب وين موقعه، أوكي. هل هو جوا البيت ولا مثلاً تحت العمارة، أو يعني حسب الاحتياجات. ولكن أنا دائماً بنصح إنه بالتخزين، وخصوصا إذا كانت المنطقة متجهة إلى نوعا ما تكون خارجية أكثر من إنها داخلية، إنه نبعد عن التخزين على الأرض مباشرة. دائما نحاول الأشياء تكون بصناديق معلقة. وفي شغلة كمان كتير حلوة الواحد ممكن يستغلها، اللي هو التخزين المرتفع، يعني أعلى من مستوانا، يعني إيدنا ما بتوصل له، ممكن نحتاج نحط سلم درجتين عشانه. وغالباً أنا هاي مثلاً بستعملها بتخزين المخدات تبعون الكراسي الترسات، وهي الأشياء اللي بتنضب موسمياً، أو المرجيحة الخارجية اللي أقدر عليها. هدول بدور على منطقة ميتة عندي وبحط لها رف عريض كتير ومكان عالي، غالباً بيكون فوق الغسالة من المنطقة المحصورة اللي فيها الغسالة، بحط رف كتير عالي، أوكي. وهون بحط كل المخدات والعفش الفرق، يعني الكوشنز تبعون المفروشات الخارجيه. يعني مهندسه رشا الحلواني وانت مهندس ديكور، نشكرك على هاي المعلومات. ان شاء الله اكون فدتكم فيها. لا بصراحه شيء معلومات مهمه اكيد لكم ستات البيوت اللي يشاهدونا الان. شكرا لكم على الشرف. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا.